الرجاء من السادة المسافرين على جميع الخطوط اقتطاع التذاكر داخل المحطة. شكرا. كل سائق يشد سيارته من فضلكم. نهار جديد يا ربي عليك العمال، اول ما ندى المد الهاتف الجوال، نسأل على المحطة قبل ما نلبس السروال، نطلب حد حد ولا نكلم لراس، المحطة داخلة بعضها جامي تلقاها لباس، خلي نسخن اللواج نمشي ما نبطاش، خاطر كان بطيت باش نعرف اللومبوتياج، برشا جوج ما وهرج في المنصف باين، نتكى على الكيشي نصبح على بيعتي، اللي عيط الجيلاني ما تخرجش بنوات، واللي جاي نادي هاهي طريقي راهو فات، واللي شاد باب الخروج يفك في الكوليات، واللي بابه القدامي مسكر ما يطلع كل البنات، شكون اللي عبى واللي طريقه فات؟ كون اللي تحيل واللي في المحطة بيت صحة تبين بلاقة تعبي في الشارع بمبالوزة وعبد الرحمن اش باش تفارع فقد ببارك وخرج وربط حزام الأمان وكل عادة سليم يقولك من أنتم يا جرذان شد لطرود زودلها في المزور ما فماش مزيد راكب سيب المربوط دوب ندخل الجاي أول بلاصة نحملها حتى نسمع المليح ينادي حولها حولها يا ولادي بالله يصرفوني راني داخل من الصباح شد بلاصة كورير استنى كراها في الاستفتاح سيارات سواح ليا سيارات مجاورين يعبوا كل فرضية يعبوا كان المجرمين هاك القانون والنظام يا مختار حسين بوبا كي صدام حسين يدخل علينا بالكف كي تدخل سيارة رجالة تولي تتكذف تتكذف بطيخة عمدية وشانة عيبو مياه عيب زهور بيرو شحاويات مشعر منصف بي عبد الرحمن منصف بي ما تنجم تعشرهم كانت زوج وجوه واللي خدمها راجل نعرفوه الله يرحم علي شوات كان نسيتوه